صناعة المحتوى ثقافة وفن وتربية، فكيف صار بإمكان أي كان أن يصنع محتوى؟ تحدي رهيني نرفعه على الهواء مباشرة وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا، عن أي محتوى سنتحدث؟ ما هي مادته الخام؟ هل هي المعرفة؟ هل هي صبر أغوار النفس؟ علم الاجتماع؟ هل هي الأفلام والكتب؟ أم هي الوشاية والنميمة والتنمر ونشر الأكاذيب والشائعات؟ أم هي تلصص على حياة الآخرين؟ أم هي نشر للروتين اليومي؟ أم هي بحث عن النجومية الكاذبة؟ تساؤلات نرصد خلفياتها بالتحليل رفقة أهل الاختصاص، وأتشرف باستضافة الدكتور عزيز الراضي بالحق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية وأستاذ التواصل الفني السيميائيات. صباح النور دكتورة، مرحبا. صباح النور أستاذة خديجة، شكرا لك، شكرا للطاقم، مرحبا. شكرا لإذاعة ميديان، مرحبا، نورتني. كما أتشرف بانضمام الدكتور عبد الغني منديب، أستاذ السوسيولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط. صباح النور دكتورة، مرحبا. صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا، نورتني، مرحبا. طيب أبدأ معكم دكتور عزيز، ما الذي يحصل في منصات التواصل الاجتماعي اليوم؟ ربما من العار أن نجعل الشباب والناشئة والمراهقين أنهم يقتنعوا ويدركوا أن ما يصنع في منصات التواصل الاجتماعي هي معرفة، هي ثقافة، هي فن، هي إبداع. صعب، ومن العار أن نجعل الشباب يقتنع بذلك. هو الجواب يأخذ حدين. نعم، بخصوص حين نتحدث عن المحتوى فإننا نتحدث عن الإيجابي والسلبي. سلبي، صحيح. نتحدث عن المضمون، عن المستهلك، عن الناشر، ماذا سينشر، ماذا سيستقبل المستهلك، كيف يمكن لنا أن نضع نقطا كبيرة لمعالجة أو لعلاج هذا الموضوع. بخصوص المحتوى، وحتى تكون لنا لغة كما نقول لغة عامية تصل إلى جميع المسامع والأذان، ما دمنا أننا سنخاطب جيلا لن أقول أن لم يكن مثقف، بل ليس له رصيد ثقافي معرفي، ربما سيتواصل بهذه اللغة. نعم. إذن المحتوى في حد ذاته هو محتوى يصنع كما جاء على لسانك أستاذة خديجة، هو محتوى تافه بالدرجة الأولى، يجمع ما بين التفاهة التي أصبحت تتصدر هذه المواقع التواصلية، في حين أن واحد الوقت كنا نعيش ثقافة، فن، إبداع، شيء جديد، تطلع إلى شيء جديد. اليوم أصبحنا نعيش فكرة كاذبة، فكرة في عالم الوهم تصل إلى العقول، تجعل من الطبقة الناشئة أو من الجيل الناشئ أنه كما نقول ينحني إلى أفيون، يسيطر لا محالة على عقله، لا يصبح مهووسا بشيء لا يعرف الغد أو المستقبل، إنما يعيش لحظة لحظة يعيشها بالتطاول على بعض الميادين، لحظة يراها بأنها هي الأنفع وهي الأجدر عوض أن يكون له كلمة في المستقبل، ربما نظرا لظروف سيكولوجية أو لعقد نفسية أو لطفولة مغتصبة لم يعيشها، ربما لربح مادي، ربما هناك العديد من النقط التي يمكن أن نحللها في إطار سيكولوجيا ذلك المتلقي وكذلك ذلك الناشر. وهذا ما سيدفعني بعد إذنك دكتور عزيز أن أنتقل لدكتور عبد الغني منديب. يوما بعد يوم يتزايد عدد من يسمون أنفسهم بالمؤثرين وصناع المحتوى في الفضاء الرقمي المغربي، منهم من يروج للسياحة أو الثقافة أو الفن أو الطبخ أو التجميل، فيما اختار البعض الآخر منهم عرض حياتهم الخاصة عبر ظاهرة روتيني اليومي والتي تتجاوز الضوابط والقيم الأخلاقية وفق متابعين كثر. كيف تقرأ ما يحدث وأحيانا قد يصل إلى الفبركة، إلى نشر الشائعات؟ وإذا أردنا أن نقوم بعملية رصد أولية وعامة، نعم، فإننا ما نلاحظه هو أن هناك بوليفونية، يعني
هناك تعددية صوتية أن الكل يتكلم، يعني عكس ما كان في الماضي. تمام. كان الكلام مقننا ويعطى لأصحاب التخصص، الآن كأن يمكن أن نستعمل تعبير وإن كان ربما لا يعبر بشكل دقيق، وهو دمقراطة الكلام، أن اليوم كل شخص يمكنه أن يتكلم في أي شيء وأن يقول أي شيء دون ضوابط، دون تنظيم، دون محتوى حقيقي. وهذه الظاهرة، لأنها ظاهرة، أتى بها المد النيوليبرالي الذي يكتسح العالم اليوم بأكمله. وبالتالي حتى الدول الآن أصبحت إمكانياتها في التقنين محدودة جدا بفعل هذا المد النيوليبرالي. نعم. إذن هذا على مستوى تشخيص. وبالتالي الناس اليوم خصوصا ما عمق هذه الظاهرة، وأنه المتحدث الذي يصور نفسه ويتكلم ويلقي بهذا الكلام ليس فقط يحصل على شهرة، سيليبريتي، يخرج من كونه لا يعرفه أحد، من الظل لنقل من الظل إلى الأضواء تماما، يصبح يعني تسلط عليه الأضواء. بل أكثر من ذلك، يتقاضى عوائد مالية على ذلك. تمام. طبعا هذين العاملين قويان بما يكفي لكي يجعل الشخص، هؤلاء الأشخاص، نعم، يعني يلقون بتفاهاتهم على الملأ، أحيانا للبحث عن ما هو عجائبي وغرائبي. صحيح. حتى سمعنا ورأينا أشياء يعني تتعلق بدور المياه مثلا، يعني أشياء قمة في التفاهة والإسفاف. صحيح. فلماذا؟ بوجود، لأنه بسبب وجود هذين العاملين. والدول كما قلت يعني تتدخل في حدود معينة، لأن هي أيضا خاضعة لهذا المد النيوليبرالي الذي أتت به العولمة والنظام العالمي. صحيح. إذن هناك اتفاق وإجماع. نعم تفضل دكتور. نعم. تفضل دكتور. السؤال الذي عندما نقوم بهذا التشخيص نتساءل، ما الذي سيقع؟ هناك جوج ديال السيناريوهات. السيناريو الأول هو أن ستحدث ما يسمى أوتوريغولاسيون، أي تقنين ذاتي، أي بعد فترة من الفترات، يعني قد تستغرق سنوات أو حتى عقود، سيقع هناك إشباع لدى المشاهدين من الإقبال على هذه الأشياء الغرائبية، لأن التفاهة أيضا يعني ستصبح الغرائبي سيصبح عادي. كثرة تكراره وقوله إلى غيره، الناس المشاهدون سيعرضون سيبتعدون عن مشاهدة هذه. سيحصل لهم قهم يعني من هذا قهم وملل وإشباع. تمام. طيب سأعود لك دكتور في تفاصيل أخرى، ولكن دعني أنتقل للدكتور عزيز. أمام هذا الزخم وهذا التدفق، كيف هي ردود فعل المتلقي اليوم؟ أولا، هل فعلا سيمل؟ لن يمل. لماذا؟ لأنه وجد ضالته، وجد فراغ. لن يمل لأن حين تجدين الناشر ينشر تفاهة مثلا في أي موضوع كما جاء على لسان الدكتور، لا قيمة لها، بعيدة كل البعد عن الأخلاقيات، عن القيم، عن المبادئ التي تربى عليها المجتمع المغربي. تمام. خاصة دينية، خاصة المجتمعات التي تكونت منها الأسرة، خاصة التربوية منها، خاصة ما تلقيناه في المنظومة التعليمية السابقة. تمام.
شباب اليوم أصبح يعيش فراغ، فراغ ثقافي، فراغ أسري، تمام. فراغ ما يسمى باللمة، فراغ تكافل، يعيش عزلة، يعيش عزلة، عزلة اجتماعية ستسبب لا محالة في عقد نفسية، نعم. ستؤثر نوعا ما في الغد المستقبل لنفسه أولا ثم للمجتمع، لأننا نعيش أمام طفرة نوعية، طفرة قد خلقت نوعا من العقد الاجتماعية والانعزال الاجتماعي، حيث أصبحت جميع المنابر أو بعض المواقع كذلك أو بعض شبه الصحفيين الذين يتقمصون لغة الصحافة أو هذا الجهاز أو هذه السلطة يصبحون كما نقول أنه ينطون النط على على أصبحت ربما هذه المواقع منبرا لما لا منبر لها، يعني منبر لا مبرر، كل كنلقاو كل واحد كيبغي يدوي باي منطلق بغا، تمام. كل واحد كيخصو ضروري ما يكون عنده واحد السبق صحفي مقابل ربح مادي، مقابل بوز، خلق البوز، ربما يتكلم من لا شيء، اي من عدم، ليست هناك لغه، ليست هناك ثقافه، ليست هناك معلومه، ليس تواصل. اذا هذا كله سبب يعود الى ما يسمى الى عدم تلقيه التربيه الكامله او التنشئه الكامله، تنشئه الأسرة، تنشئة الشارع، تنشئة المحيط، تنشئة المنظومة التعليمية، المؤسسات. إذن كل شيء يحاول كي يمر يخلق كما نقول عجلة أو دوامة للأسف حلزونية لا يمكن الخروج منها. إذن هي بوتقة مفرغة. إذن تماما بوتقة مفرغة. إذن لا يمكن المتلقي أيضا أن يمل، لأن النخبة المثقفة لن نقول لن تمل، لكنها بعيدة كل البعد عن هذه الأعمال أو هذه الأفعال التي تخلق نوعا من 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 الانحطاط الثقافي الذي يمس المجتمع، الذي يمس الكيان ككل، سواء الكيان الذاتي أو الكيان الوطني. يعني في ربما المقبل من الايام بعض الدول ربما ستقوم بحظر بعض المنصات مثلا بحال تيك توك، او يكين هناك بعض يعني. إذن هنا نطرح التساؤل الذي يشغل الذات الإنسانية أو النفس، ماذا بعد الإنترنت؟ تماما، حين لا تكون هل عميق هل جداً. هل سنجد صحيح. عقولا تواكب برونق جميل وتحليل قيم، أم أننا سنعيش على ضغط قد يولد الانفجار؟ نعم. هذه هي الكارثة. تمام. طيب دكتور منديب، ما هي الإيديولوجيا التي تهيمن اليوم على الأجيال الصاعدة على صانعي المحتوى؟ كيف يمكن دراسة توجهاتها كرأي عام قد يؤثر لا محالة؟ يعني دعيني أعود معك لتحديد جوهر ما يقع. تمام. أعتقد أن ما يقع اليوم، لأن التشخيص هو الذي يجعلنا تشخيص دقيق والعميق، والذي يجعلنا نفهم أو على الأقل نقترب من كل تداعيات الموضوع. فهذه التقنية، هذه التقنية المتاحة اليوم للجميع بالمجان، يعني بالمجان، بل على العكس من ذلك هي تدر أموالا وعوائد مالية. نعم. هي من سلبيات الحداثة. والفيلسوف الألماني مارتن هايديغر يعني سبق ويعني أفرد مؤلفات إلى هذه المسألة، كيف أن الحداثة الغربية والتي اكتسحت كل العالم عن طريق العولمة جاءت مجموعة من الظواهر يعني السلبية، وأعطى مثلا أعطى ذلك الوقت يعني أعطى مثلا كيف لملاكم رجل يعني يضرب رجلا آخر ويطرحه أرضا ويحصل على ملايين أكثر من جراح مثلا يقوم بعملية دقيقة جدا على مستوى الدماغ وعلى مستوى القلب وينقذ من خلالها روحا بكاملها. فأعتقد أن ما يقع اليوم ويتجاوزنا جميعا، يتجاوزنا جميعا كمعاصرين، كأناس يعيشون في هذه الفترة من التاريخ، ونحن لا ندري
ما الذي سيقع على مستوى يعني بشكل مضبوط؟ كما قلت هل سيشبع وبالتالي ننتقل من الفوضى إلى التنظيم؟ لأنه ينبغي أن نفكر أيضا بشكل جدلي، هذه التقنية أيضا أتاحت أشياء إيجابية، جعلتنا مثلا نتواصل الآن وقلصت مفهوم المكان. يعني أنت توجد الآن في طنجة وأنا أوجد في ضواحي الرباط، ومع ذلك نستطيع أن نتواصل بهذه تمام هذه إيجابيات هذه إيجابيات. ولكن كما قلت ربما مع الإشباع، أنا أتذكر أنا أقيس يعني هذه المسألة على ظاهرة كان قد عرفها العالم في نهاية التسعينيات، وهي الشرائط الإباحية. يعني أتذكر أن عندما ظهرت في ذلك الوقت كان هناك إقبال كبير، ثم وقع إشباع والناس إلى هذا ربما ما قد سيحصل. نعم ربما قد يحصل، فهمت الفكرة وصلتني، ربما ما قد سيحصل في المقبل من الأيام فيما يتعلق بهذه المحتويات اللي هي عبر منصة التواصل الاجتماعي. جيد. طيب دكتور عزيز، يعني في استطلاع حديث جدا يعني للمغاربة رصدوا ضعف المحتوى ديال هذه المنصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، ولكن ربما في الجانب الآخر أو في المقابل نجد أنهم يسجلون أرقاما خيالية في نسب المشاهدة. أين الخلل؟ هل هو في المنظومة التربوية كما أشرت قبل قليل، أم هي ربما أزمة عالمية؟ أليست هذه ربما تناقض؟ تناقض. الكل يندد ولكن نسب المشاهدة مرتفعة. إذن هذا خلل. نعم. خلل أولا في المنظومة، لا نتحدث عن المنظومة العالمية، نبقى وطنيا محليا. نعم. ما دمنا أن المغاربة نحن نعيش عولمة. طبيعة الحال نعيش عولمة، لكن كان نموذج تصلون محتويات خارج المغرب. نموذج المغرب. نعم. نموذج المغرب. نموذج المغرب هذه الطبقة اللي كتحاول اللي كاين فيها المستهلك والناشر. إذا الناشر في حد ذاته راه المستهلك هو اللي كيخليه كيرفع عليه النسبة ديال المشاهدة. إذا هنا فين كنحاول أن المستهلك يساهم بشكل فعال في راتب، إذا بغينا نقولوا بين قوسين، في الراتب الشهري أو الدخل الشهري. نعم. ديال الناشر، لأن كان واحد القطعة، كان واحد المجتمع مدني، كون كانوا واحد المنظمات، كون كانوا واحد الجمعيات، كون كانوا واحد التقنين، كما كنقولوا التقنين ديال هاد الفكره، اننا غادي نحدوا من المشاهده ديال المشرع المغربي. له راي، له المشرع المغربي إن حاول تقنين هل هناك مستجد على هذا المستوى؟ ربما. ولماذا لا؟ لان حين ملي كتكون بعض المرات واحد مثلا بعض المداخلات او بعض الاشرطه او بعض الفيديوهات التي تمس صحيح. سواء بالحريه الشخصيه، سواء بالمقدسات، سواء باي شيء من هذا النوع، هناك تحريك الدعوه العموميه، هناك المتابعه ديال النيابه العامه. النيابه العامه صحيح. الى لاحظتي بان كاين بعض الجرائد الالكترونيه وبعض المتمردين تتابع قضائيا صحيح. اذا الى حاولنا نديروا تقنين او تشريح قوانين اضافيه من قبة من 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 البرلمان بمصادقة الحكومة، بطبيعة الحال غادي نكونوا خلقنا واحد النوعية ديال تأطير تقنين تكوين واحد الجيل. هذا الجيل لأن هادشي راه كيشكل واحد الانتهاك ديال حريات الرأي وحرية التعبير، لأن ما يمكنش واحد الفئة نعم اللي تستهدف من طرف أعداء الوطن بطبيعة الحال كيتخادوا على اساس انهم باش يمروا واحد الرسائل صحيح. او واحد الشفرات. وركشوا مؤخرا صحيح، لان المغرب ولله الحمد غادي في واحد التطور كبير، ولكن ضروري هناك عثرات، هناك تدخل ديال تدخلات. نعم اكيد ديال النيابه العامه اللي اذا نحاولوا نخلقوا اولا اللي ما نساوهاش بالدرجه الاولى هي المنظومه الاسريه صحيح. ثم اعاده او استعاده المنظومه التعليميه الاولى،
لنكون جيلا يقول كلمته ويعلم حقوقه والواجبات. أنا ما يمكنش عندك واحد النخبة إلى بين قوسين ولا ما يمكنش نعطيهم هذه النخبة، لأن النخبة كتعطي الطبقة المثقفة صحيح في عالم التفاهة أو المتاهة غادي يعطيونا هذه الصورة. طيب دكتور مونديب، أي نوع من المحتوى يمكن أن يكون مادة ضارة اجتماعيا للمتلقي قد تغير من توجهاته من مواقفه؟ هل السؤال موجه لي أنا؟ نعم نعم دكتور نعم. أنا أعتقد أن ليس هناك من بوسيون ماجيك، يعني من تركيبة سحرية لمواجهة ما يكون. صحيح. ولكن الحل في نظري وهو ما أشار إليه ضيفك الأستاذ الفاضل، يعني بتعبير آخر، وما أسميه أنا بالوعي النقدي. الوعي النقدي على مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها الأسرة والمدرسة وكل المؤسسات يعني الجديدة في مجال التنشئة الاجتماعية، أن تعود إلى مسألة الوعي النقدي. الوعي النقدي بمعنى أنه في الوقت الذي لا يمكن أن نوقف هذا المد من التفاهة، لأن المشرع يمكنه أن يصدر نصوصا قانونية ضد الإساءة للمقدسات أو شيء آخر، ولكن لا يمكن أن يصدر نصوصا ضد التفاهة. لأنه هل هناك ثمة ضوابط دكتور عبد الغني؟ هل هناك ثمة ضوابط أخلاقية يعني اجتماعية؟ قد يكون المضمون تافها ولكن ليس مقتضي الضرورة إلى صحيح. فهذا هو هدير. فأعتقد أن الوعي النقدي اليوم هو الحل. مثل مثلا أحيانا الدول أو المجتمعات، لأننا نعيش في صحيح. مجتمعات استهلاكية، مجتمعات مفتوحة بالعولمة، ولكن عندما يكون الوعي النقدي لدى الفئات الواسعة والعريضة، وأنه يمكن أن أقتني مثلا بضاعة مستوردة، نعم، وأشجع مثلا استهلاك البضائع الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني. صحيح. دون أن، وبالتالي نفس الشيء، يكفي أن يتم إقناع شريحة من الجمهور الواسع من الناس الذين يقبلون على هذه التفاهات بأن لا يقبلون عنها، وبالتالي ستنخفض مسألة نسبة المشاهدة. وأنتم تعرفون ونحن نعرف جميعا أن الكل يبنى على نسبة المشاهدة. هو المحرك الأساسي، هذا هو المفتاح فعلا. وهنا ينبغي القيام بنوع من التوازن، أو نوع من ربما عن طريق الوسائل نفسها، أن يكون هناك نوع من الكونتربوا، نوع من يعني قوة مضادة التي تعيد التوازن، ورقابة اللي خصها تكون ذاتية أعتقد. مثلا أن المؤسسات الدولة أو حتى مؤسسات المجتمع المدني أن تقيم تنتج المدني جيد. أن تنتج أشياء جيدة وبين مزدوجتين، محذرة ومحرضة بين مزدوجتين على التفاهة، وبالتالي نخلق جميعا وعيا نقديا يمكنه أن يخلق من التوازن. هذا تصور يعني عين العقل. ربما دكتور عزيز بالحق سنختم، رهاناتك تحدياتك كخبير في هذا المجال باختصار. بعجالة أضم صوتي للدكتور الفاضل، هو هل أو أطرح هذا السؤال أو التساؤل أو إشكالية في حد ذاتها، هل يمكن لنا أن نخلق بين قوسين هكا مراقبة قبلية وبعدية لجميع المنشورات حتى يمكن لهم احترام الرأي والرأي الآخر وكذا حرية التعبير، وكذلك أبناءنا الذين يرون هذا ويتصفحون ونتصفح معهم في عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذن هذه هكا هي القرار السليم إن حاولنا
كاستباقي ربما كاستباقي. كحل استباقي رؤية استشرافية للمستقبل. شكرا جزيلا لك دكتور عزيز الرضي بالحق، نورتني بكل هذه الإضاءات، شكرا جزيلا، ممتنة لحضورك، مرحبا. شكرا. الشكر أيضا لكم دكتور عبد الغني مونديب، شكرا على كل ما تفضلت به، مرحبا نورتني، مرحبا. مرحبا. شكرا لفريق العمل، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، وأنا على وعد اللقاء بكم غدا وتحدي جديد مع كامل